نظم المعهد الإسلامي بكيفة لقاء تربويا بمناسبة اختتام السنة الدراسية 2022-2023. الحفل الذي تم أشرفت عليه السلطات الإدارية من خلاله تم تكريم المملكة العربية السعودية على ما قدمته من دعم لتطوير التعليم في المعهد. بعد إسدال الستاري على آخر فصول السنة الدراسية الحالية، نظم المعهد الإسلامي بكيفة لقاء تربويا بالطلاب والطاقم التدريسي تحت إشراف السلطات الإدارية بولاية الأصابة. حضره وفد من المملكة العربية السعودية تمت دعوته لتقديم الشكر للمملكة على إسهاماتها في تطوير قطاع التعليم في موريتانيا، خاصة المحضرية منه. السادة أعضاء وفد سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان آل سعود، السادة أساتذة المعهد الإسلامي بمعهد كيفة، السادة الحضور، أيها الطلاب، يشرفني الحضور لهذا الحفل الختامي بمناسبة انتهاء السنة الدراسية 2021-2022 التي درستم خلالها جميع العلوم الشرعية والعصرية، راجيا من الله لكم التوفيق في مسيرتكم الشريفة. وأشكر ضيوفنا على هذا الجهد الكبير على ما قدموه من دعم لموريتانيا حكومة وشعبا. المتحدث باسم وفد المملكة العربية السعودية السيد عثمان بن عبد العزيز حث في كلمة له على أهمية استثمار الإمكانيات الذهنية في تطوير الذات، مشيدا في نفس الوقت بالتعاون المثمر بين الدولتين الشقيقتين. من جهته مدير المعهد ذمن توجه الدولة الرامي للرفع من قيمة العلم من خلال دعم التعليم بكافة أشكاله. المعهد بتوجيهات من القائمين عليه أراد أن يكون وسيلة لدمج الطلاب، خاصة طلاب المحاضر، بالحياة العامة، بحيث يؤهلهم إلى أن يكونوا لبنة صالحة في مجتمعهم، وذلك بالمعارف المختلفة التي يقدمها التي تتميز بتنوعها في ظل جو من تشجيع العلم أشاعته حكومتنا في الفترة الأخيرة بقيادة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني، فجزاه الله خيرا على هذه الجهود التي يوليها للعلم. الحفل اختتم بتكريم إدارة المعهد للمملكة العربية السعودية على جهودها بخدمة التنمية المستديمة في موريتانيا. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة كيفا.